سيني يا روسي، بدل ما انت مجرجرني زي المعزه من الصاله اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه. ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناحنا وانطق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه، لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك واسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني عايز. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلت لك انت ممطوطه معايا في الاثنين. ليه عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفلين يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى.